مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة بمدينة بن سليمان تحتفل اليوم بخريجيها في جميع أسلاك التكوين وشعبه. تكوين شمل هذا العام 454 خريجاً من أفواج الضباط وضباط الصف، منهم الفوج السادس لدورة سلك النقباء، وفوج الضباط خريج الأكاديمية الملكية العسكرية، وفوج الدارة الخاصة لولوج إطار الملازمين. هذه المدرسة يعني كذلك ساهمت، التي هي مدرسة من المدارس الكبرى والقديمة، لكن صاحبت يعني تطورات، وما لاحظناه من تجهيزات، ما لاحظناه من تقنيات مستعملة، وكذلك من لياقة بدنية لدى هاد الشباب المتخرجين، فيعطي الحمد لله انطباع جد مريح بأن التكوين ديال اللي تيوقع في هذه المدرسه تكوين ممتاز وتكوين يتماشى مع احسن تقنيات. وتعتمد المدرسه على نظام دراسي داخلي تسعى من خلاله الى توفير المناخ اللازم لمتابعه مختلف مراحل التكوين والتدريب، كما يستجيب لضروره المواكبه الدائمه للتطور المستمر والتحديات التي يعرفها جهاز القوات المساعده بويه الارتقاء بالعنصر البشري وتاهيله للاطلاع بالمهام والمسؤوليات الملقاه على عاتقه. تكوين حداثي متكامل يتماشى والاستراتيجيه العامه التي وضعتها المفتشيه قوات المساعده الراميه الى الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز مكانته في المجال الأمني لبلادنا، مع ترسيخ سياسة أو ترسيخ حقوق الإنسان تماشيا مع ما تعرفها بلادنا من تطور في إقرار دولة الحق والقانون. ومنذ تأسيس المدرسة عام 85 900 بلغ عدد خريجيها ما يناهز 12,000، تلقوا تكوينا متكاملا يتضمن جوانب قانونية وإدارية إضافة إلى مهام الحفاظ على النظام والأمن وتقنيات الإعلام والتواصل والتكوين البدني وفنون الحرب.